أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 3 قرارات جمهورية بإحالة 9 قضاة إلى المعاش بناء على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية صدرت في شهر سبتمبر الماضي. ومن بين القضاة المحالين على المعاش النائب العام الأسبق طلعت عبد الله والمستشار أحمد يحيى الرئيس السابق باستئناف القاهرة، بالإضافة إلى 7 قضاة من تجمع ما يسمى قضاة من أجل مصر متهمين بتأييد ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.